السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبائي في قناة أسرع الوصفات. اليوم وصفة بسيطة جدا ولكن رائعة ومذهلة للوجه وللرقبة بمكون واحد، وهو زيت الزيتون. هذا المكون الرائع الذي أوصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء في الأكل أو للدهن. قلت المكون هو بسيط جدا وهو زيت زيتون، ولكن فوائده رائعة جدا. هناك يعني خطوتين في عمل هذه الوصفة، من الأحسن تتبعوا الفيديو حتى الأخير لكي تستفيدوا أو للحصول على النتائج المرضية. قبل ما أبدأ في الوصفة، أتمنى من الناس الذين أول مرة يزوروا قناتي أنهم يشتركوا فيها، وأيضا أتمنى منكم لايك للفيديو ومشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. بالنسبة لخطوات عمل الوصفة، هناك مجموعة من الخطوات بسيطة جدا ولكن قلت نتائج رائعة. أولا نحتاج إلى زيت الزيتون فقط، زيت الزيتون فقط. ثانيا هذه الوصفة تعمل في الليل، لأنه زيت الزيتون إذا عملناه وتعرضنا للشمس أكيد راح يسبب اسمرار في البشرة، قلت تعمل في الليل. بالنسبة لعمل هذه الوصفة يجب المداومة عليها يوميا، يعني نعملها يوميا، ليس لديها أي أضرار، بالعكس فوائدها كبيرة ورائعة. في ثالث يوم من استعمال هذه الوصفة راح تظهر النتيجة بشكل كبير، من الأحسن الاستمرار عليها مدة أسبوع أو مداومة عليها دائما في الليل. يعني صدقوني راح تتمتعوا دائما ببشرة صافية، سوف تخلصكم من البقع البنية على الوجه، توحد لون البشرة، تنعم وترطب البشرة، أيضا تخفف كثيرا من التجاعيد والخطوط على الوجه، وأيضا سواء على الوجه أو على الرقبة، أيضا تخلصكم من الرؤوس السوداء. فقط يجب تتبع الخطوات جيدا. قلت نحتاج إلى زيت الزيتون، نعملها في الليل، أكيد البشرة تكون نظيفة خالية من أي كريمات أو أي شيء آخر. من الأحسن نغسلها بماء دافئ، ثم نأخذ مثلا قطنة بهذا الشكل ونوزع زيت الزيتون على كامل البشرة، على الوجه بالكامل بهذا الشكل، نوزع بالكامل. ثم نقوم بعمل مساج. بالنسبة للمناطق، عندنا منطقة الخدين، عندنا الأنف، عندنا الجبهة، عندنا تحت العينين وفوق العينين، يعني نستطيع استعمالها أيضا تحت العينين وأيضا فوق العينين، ليست مضرة نهائيا. راح نوريكم طريقة عمل المساج، تبع خطوات جيدة. بالنسبة للخدين سوف أقوم بحركات دائرية باستعمال الأصابع فقط، حركات دائرية بهذا الشكل، سواء على الخدين أو على الجبهة أو على الأنف، ونركز جيدا على المناطق مثل فوق الأنف وفي الذقن اللي يتواجد فيها النقاط السوداء أو الرؤوس السوداء بشكل كبير. قلت نقوم بحركات دائرية، يعني مدة 5 دقائق 10 دقائق، كل ما طولت في المدة راح تكون النتيجة أحسن و أسرع. نقوم بحركات دائرية بهذا الشكل، قلت على الخدين، منطقة الذقن، الأنف، ركز جيدا على المنطقة الموجود فيها الرؤوس السوداء وفوق الجبهة، ونستمر في هذه الحركات لمدة تقريبا 10 دقائق أو 5 دقائق. بالنسبة لتحت العينين راح نمسح فقط، نمسح بهذا الشكل فقط تحت العينين، أقوم بالمسح فقط بهذا الشكل فوق العينين ومكان الحاجب، أيضا نمسح من فوق بهذا الشكل، يعني بين الحاجبين، حاول أني نمسح بهذه الطريقة بين الحاجبين بهذه الطريقة، مسح خفيف، ونستمر ونعيد هذه العملية، قلت مدة 5 دقائق إلى 10 دقائق. نفس الطريقة بالنسبة للرقبة، نقوم بحركات دائرية بهذا الشكل، ثم ننتظر مدة 10 دقائق تقريبا، ثم نأخذ
فوطة أو أي قطعة قماش، ونأخذ ماء دافئ، إناء فيه ماء دافئ بهذا الشكل. نغمس الفوطة أو قطعة القماش في الماء الدافئ ونعصرها جيدا. ثم نقوم بهذا الشكل على الوجه، نقوم بالضغط على الوجه والرقبة بهذا الشكل في جميع المناطق، نضغط جيدا يعني بهذا الشكل حتى نكمل جميع المناطق. ثم نغطس الفوطة مرة أخرى في الماء الدافئ ونعصرها، ونقوم نفس الحركات اللي قمنا بها في بالنسبة للخدين أو للوجه أو للرقبة أو فوق الأنف. نركز جيدا على منطقة الأنف، حركات أو عمل مساج بهذا الشكل حتى نكمل جميع المناطق. نركز دائما على منطقة الأنف اللي فيها الرؤوس السوداء أو الخلايا الميتة حتى نكمل جميع المناطق. ثم نلاحظ نعومة البشرة، ويعني مع التكرار قلت من ثالث يوم راح تظهر نتيجة رائعة جدا على البشرة. هذه هي الطريقة، طريقة سهلة وبسيطة، يعني بعد ما نكمل هذه العملية ممكن أني نأخذ منديل ورقي بهذا الشكل ونقوم بتجفيف المنطقة بهذه الطريقة، ونتركها في الصباح يعني ننظف وجهي بشكل طبيعي يعني مثل المرات المستعملة في الأيام العادية. يعني هذه هي الوصفة، بسيطة جدا ولكن نتائج رائعة إن شاء الله، جربوها وسوف تعجبكم النتائج إن شاء الله. أتمنى لايك للفيديو، أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. انتظر آراءكم وتعليقاتكم. الناس الذين أول مرة يزوروا قناتي أتمنى أنهم يشتركوا فيها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.